ومازال قال خلص اش غادي نخلص كل ملوك ها آه غرزة عاوتاني في رجلي المنكر بزاف هاد الناس <applause> بسم الله السلام عليكم اول حاجه كنقدم هاد الشكايه ديال سيدنا يكون معنا في جنبنا ويشوف فينا حنا مع الملك ولكن هاد الناس هادو راه قهرونا واش عمرنا شت شي واحد في العشوائي وخلص باطونت والمكانه اللي بغيتي تدخلها في العشوائي عشرين الف قال شي حاجه بغيتي تدخلها في بارت مساكن تخلص عليها 14000 شو المشكل ديال الفرق كي داير وعاد تزيد ملي تدخلها تخلص عاوتاني 43 درهم ديال البوطو اللهم ان من هذا منكر وكتبنا الشكايه قال لك عندك سرقه السرقه ما كايناش كتبت الشكايه ديالي الاوراق ما كاينين هنايا كتبت شكايه وديتها لهم اون فاس مع كوكا ديال لوينور تابع الاداره ديالهم كبيره جيت البرنوسي وجيت فوتوكوبي لهادو كيقول لك هادو كامل غيخرجوا هما غيخرجوا وشي خروج ما خرجوا وجاو عدينا خمسه كيطيحوا لي الضو ثمانيه المرات وما لقاوش المخالفه ديالي نهائيا وملي قلت له شنو المشكل قال لي ما كاينش المشكل وسالا قال لي علاه عندك السرقه وفي نهايه السارقه ما كايناش وقال لك خلص 8000 درهم وصرف منين غادي نخلصها انا كنبيع وكنشريها في الديسيا وبعض المرات كيبقاو زانطين هنا حتى المغرب عاد كنبيع وكنشريو بحال البزنازه اللهم انا هذا منكر خاصهم يديروا معنا حل راه بحال ما كتبدا لا في الحسيمه ولا في شراده ولا في هيا قنت حنا مع الملك مع سيدنا عاش سيدنا وعاش الملك وعاش الاسره العلويه ولكن هاد الناس هادو خاصهم يديروا لنا حل خاص سيدنا يتدخل ويدير لنا حل حتى الورقه ما كنشوفوهاش حتى لثلاث شهور اربع شهور عاد كنشوفوا الورقه وفي الاخريه هي كيجيو على عباد الله الموكن راه المنكر ودابا جوج قال لك انت حرو على قبل الضواد وام ديال البشر البارح هنايا وجاو البوليس وما دار معاهم والو شحال من الدولة قداو واش عمركم شفتوا شي واحد كيدولي لي المكانه على 18 درهم راه المنكر هذا واش بنادم ضارب مع الخبز ولا يمشي يخلص خطيه يدير والو ها آه نوض وقول لبنادم راه شفار راه خاص بنادم يديروا ليه حل خاص سيدنا يدخل ويديروا حل اللهم تشد شركه اخرى ولا يبقاو شادين هادو وبقاو مضرقين بها على والو بزاف ملي كتجي الدوي كيديروا الصابونه للمدير ويجيبوا مدير اخر وكيبقى تدخل ويد هو هو خاص تدخل ويد حيد من الديبار علاش كيديروا لنا حنا واش حنا ماشي ولاد الملك واش حنا ما تابعينش لسيدنا وحنا مع الملك الناس هادو علاش اللي ما بغاش يخدم يسكبوطه ويخرج يحيد ويدخل واحد اخر يخدم كاينين الناس قارين مشيتي للسبيطار توحل مشيتي للمؤسسه توحل في مشيتي توحل ولا كاين بنادم قاري وقاري باعوا عليه والدي البلاد باش يدخل يخدم وفي الاخر ما يدخلش يخدم انا المنكر وكان طالب بحق هاد الناس هادو عطيوني حقي انايا قال لك سيدي عندك سرقه وشي سرقه ما كاينه فات 8000 درهم مصر ملي مشيت لعند المدير ما بغاش يسق مني يسق مني واحد اخر وست المرات وانا كنمشيو مريض وفي الاخر قال لك سير معك معاك تريتات واش انا واخد بارتمون المنكر هذا واش انا من ناكل كل نهار ورزقه بعد المرات كيبقاو زانطين حتى للمغرب عاد كنبيعو وكنشري واش حنا بيع وشريه ديال الديسير ولا بيع وشريه ديال البزنازق البزنازق كيخرج كيبيع وشري ساعه كيترفع كي ويدخل المنكر هذا والله سيدي المنكر وعاش الملك وعاق بزاف انا باغي و... السلام عليكم سالتيني على سبب التواجد ديالي هنا سبب التواجد ديالي هنا هو انني جيت كنشتكي من الفواتير ديال الكهرباء اللي كتخص المنطقه ديال السبيت تيطم الليل فتفاجئنا وكاع المواطنين كيتفاجئوا بان كيجيو كي كيحيدوا العدادات ديال الكهرباء بدون اشعارات بدون سابق انذار بدون يعني ما كيبقاو يجمعوا المده ديال 3 موا ولا 4 موا وعاد كيجيبوا كي لك الغيال كيقول كي لك حقه هذيك راه كانت استيماسيون وبالتالي في حال انا قلبت الورقه الكهرباء يلا مخلص دابا الشهور كاملين يعني شهريا كنت غادي كنخلص الشهر اللي فات مخلص جيت دابا كنتفاجئ بمبلغ يعني كيوصل لحدود 1100 درهم تقريبا 652 دابا وديري اللي لتحت ان خصني نخلص 458 درهم اخرى يعني ما مجموعه 1100 درهم تقريبا وانا كنخلص يعني دائما باستمرار علاش عاد تجي تقول لي حقا كانت استيماسيون الا ما عنديش باش نخلص اش ندير بالنسبه للمواطن عادي انسان يعني عامل واللي هو عنده واحد المدخول قار راه يمكن يخلص ولكن اللي ما مستطعش يخلص راه غادي تبان ان مبلغ مونطو طالع عليه غادي يعني مسكين مجبرا ما غيقدرش يخلص غير يدوا العداد الكهربائي وهذا هو الهدف اللي سمعنا من الناس ان على قبل شي سوندي راه قال لك تيعطوا لهم ديال الغرامه كياخذوها المستخدمين ديال هذه الشركات لوينو وبالتالي كيقلبوا كي على ديك ال 100 درهم ما كي كيجيبوا لا اندار لا والو المكانه هذا الشيء هذا يعني راه شيء غير غير طبيعي والشيء راه كيولى فبلادنا مستقره وكنتمناو لها مزيد من الاستقرار ولله الحمد يعني الامن والامان يعني نتغنى به صباح مساء فيخلي في هذا الاستقرار ما يبداوش الطرق العشوائيه ديالهم وعدم حسن التدبير والتسيير يتسبوا في مشاكل اللي احنا فغينا عنها وشكرا كنتمنى يحلوا معنا هذا المشكل انهم ما يبقاوش يولوا يجيو شهريا يشوفوا بحال الشركات الخاصه على الشركه ديال الماء اللي بلا ما نذكر الاسم ديالها كتجي شهريا كتاخذ العداد شهريا وما كتلقاش مشاكل فهاد الشركات لوينو يعني ديال تيطم الليل فاشياء اللي يعني يندلها الجبين اللي في النهايه راه انتحارات ولات بسبب هاد العدادات ديال الكهرباء شكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا